الاوتيل يا حاج؟ الاوتيل دي اللي عايزين اجيبها لك دي، انت اتجننتي ولا ايه انت؟ في يا حاج والنبي يا حاج كنت عايزاها يا حاج. انت كبير على الكلام ده، اللي بتقوليه ده مش جايب لك حاجه ومش هحاسب عليها. يعني مش هتجيبها يا حاج؟ اه ماشي. ايه ده؟ راحوا فين يا وليه؟ ايه يا حاج الحاجات اللي بتحطها دي كلها؟ طلبات البيت يا حاج، كلمني في دقيقه. ماشي بس ممكن نخفف فيها عن بالراحه يا حاج. انت اشتريت المحل والنبي ما خلاص. خلاص يا حاج هاتي الاوتيل، هاتي الاوتيل يا حاج خلاص. البيت محتاج شمسي. يا حاج ايه كل ده؟ نكمل الاول يا حاج. يا حاج انا جنب البحر، بقول لك ايه، تجيب العربيه وتجي عند بيت ستك دلوقتي. نعم يبقى مش حضرتك كنت تاخد العربيه النهارده؟ انت هتزعل معايا، مش مدرك مزاجك يا تجيبها لي واخدك بعدين. يا صدقني والله ما هينفع دلوقتي. طب يا متخلف انت، ستك عايزينها تجيب لها طلبات وديها مشاوير، العربيه تكون عندي. طب ساعتين كده تلاقي مفيش مناقشات. اخلص يلا. حاضر يا بابا حاضر. سلام يا رب. بعد كل ده وانا عامل ايه في اروح اشيله تاني؟ عايز ايه تاني؟ بقول لك يا عم بص انا مش طايق نفسي، شيل لي امي فوق ايه ده؟ خلاص كده يا صاحبي امشي بقى. خد بالك يا صاحبي حد ابوك. انت ابنك يا جماعه الحاجه استفاد بيه وما عادش معايا. ممكن بعد اذنك يعني اه ايه ثمنه؟ اقفل من وشي يلا. اقفل من وشي خالص. ماشي يا صاحبي، بس على فكره لو انت هتبقى العوض فانا مش مخالف. امشي يلا. خلاص يا عم شوف تخلص شغل قوم الماتش، عايز اتفرج على الماتش يا باشا. انا بابا مشغل لك الماتش من على النت، وبعدين حضرتك شفرت القنوات كلها يعني. وبعدين حضرتك مستني يعني مثلا هيكسب الزمالك؟ انجز. طب انجز عشان هتحط عليهم مرات. انجز. ايوه الكلام ده كل مره وفي الاخر بتصغر. ده كلام يا مخرج، عيد قلبك الاول يا سيدي. حلوه طويله وعميقه وعاليه. يا يوم مش معاك يا 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 احسن تستاهل عشان تحرم تعمل كده. يا عم ده العب معايا يا عم، تلاقي حد يلعب معاك. ولا اخلص العب، مش عارف اذاكر عشان الماده دي وشكلها شكلها تاني بسببك. اقعد ساكت والنبي لا تيجي تلعب. طب بقول لك ايه، تعالى تلعب معايا. ماما حد يجي يلعب معايا. مش عايز اسمع بس يا لو انتوا في. بصي تعالى معايا بس انا سبايدر مان وانت سبايدر مان. ما تسكتش يا ماما حد يجي يلعب معايا ازيكم يا عم. يخرج ايه العبي معايا زيت، خليه يسكت بقى. خلاص العب معايا يا زفت بس السوق. وانت يا عم العبي معايا بقى. كلب بقى يا ماشي يا جدع. لا مسكته ليه؟ ماما جايه. اكيد في مصيبه. بقول لك يا صاحبي العتب ده يركب العربيه بتاعتي. اه يركب. عامل كام ده يا صاحبي؟ 500 جنيه. ليه يا عم؟ اه يا اخويا عشان اصلي استيراد، ده ما بيتكسرش. ده ما بيتكسرش؟ طب لو اتكسر يا صاحبي؟ طب قابلني. ما بيتكسر اهو يا عم، شوف حاجتك بايظه. يخرب بيتك، حد بيجرب العتب كده؟ يا عم خلاص يا عم، انت العتب قلت ما بيتكسرش واتكسر، مش مشكلتي يا حبيبي. شكلها حته اصلي دي، مش بتتكسر زي التانيه. مش انا بس اه يا بابا مش عارف انا عليا النعمه. انزل على نوك الكسر ده في نص الشارع تحت انتوا هما يا بابا. طب نزلنا انا مالي؟ خليك بقى متعلق كده. وانتوا عليا النعمه اللي هينزلوا العلامه مكان. نزلني نزلني عايز نفسي نزلني. لا خليك بره انت يا حاج. بتعمل ايه البومك هنا بقى؟ البوم ايه ده؟ ده يا استاذ رميس كنا بنعمل بس الترند مع بعض فين؟ ايوه ده حاجه بسيطه خالص في السريع، ده الترند الجديد. والنبي قاعد بتعمل لي دي استاذ رميس؟ بره يا بره. بره ايه حضرتك الاول ما تيجي لي بره؟ انا قلت بره. انا اتخنقت بقى مره ماما ومره بق. سلام انا عارفاها. طب بره حضرتك استنى.
حبيبي حضرتك ايه والله العظيم انا بحب بذراتك بحب لا اقعد هنحل الصبح انا قلت برضو القعده ما تحلاش غير معاكي بلا بابا بلا القيصر والله عندك حاجه اقعد ترجعي بقول لك ايه طلعيني معاكي في الحلقه وانا هظبطك واجيب لك مشاهدات عندك كده وبيشوفك بتاعي يلا بينا هوا يا جماعه عايزه اقول لك الفيديو اللي انا شفته ده فعلا كسر الدنيا كان خطير لا بجد الله الله هو كل مره اصل على النبي مش كل ده انا ما بكملش دقيقتين مع الاستاذه لميس وفي الاخر بتيجي تاخدني وتمشي كل مره يا بنت تيجي من غير ما تقولي اتفضل قوم كده وانا اللي هقعد كل مره بتخش اكمل اللقاء مع الاستاذه لميس هم دقيقتين بس اقول كلمتين وبعد كده حضرتك كمل براحتك لا دقيقتين ولا دقيقه هتقوم دلوقتي يا رب بعد اذن حضرتك انا ماشي ايه الحاله عايزه ناس كبيره كده منوره منور يا حاج فاكرني بابا برده قلت الحلقه ما تنفعش من غيرك عليا انا ايه عليا انا ايه فاكره المره اللي فاتت قلت لي حلقه بكره هتنزل ازاي بتناميني بتنامين انت طالع الاعداد ده كله صح ومفيش حاجه نزلت لا مين ما احنا اجلناها عشان نزلهم الاثنين مع بعض يعني المره دي هتنزل الاثنين متاكده الاثنين طب تمام خليك على كلامك ده بقى ها ايه ايه يا حاج يا حاج لا دي تقيله دي ايه يا حاج ايه يا حاج لا يا حبيبي هاخد دي لما تبقى لما تبقى تنزل الحلقتين ان شاء الله بقى مفيش مرجعها